باخرة أخرى تقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج قادمة من ميناء سيتا الفرنسي ترسو بميناء بن نصار بالناظور. معانقة أرض الوطن لطالما شكلت أملا لهؤلاء العائدين بعد غياب قصري لحوالي سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أمل تحقق بفعل المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن. الله يخلينا سيدنا، ما دار علينا، الله رحنا فرحانين به، جينا بخير وعلى خير وفرحوا بينا. إيوا والحمد لله. الحمد لله جاتنا الآن الفرصة باش نرجعوا للوطن ونصيلوا الرحيم والأولاد ديالنا يشوفوا العائلة ديالهم ويشوفوا الوطن ديالهم. 2019 ما جينا لهنا وايا، وما شدتنا كورونا، كنا غادي نجيو مي الله غالب، دازت الرحلة مزيانة الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله كل شيء يدوز بخير ونعيدوا بخير ومع العائلة ومع الصحاب ومع كل شيء. إن شاء الله العيد مبارك على الجميع. الحمد لله كل شيء فات مزيان، كل شيء بخير، كل شيء في أمان الله. رحنا فرحانين اللي دخلنا الأرض الوطن لبلادنا الحبيبة. إيوا الحمد لله، رحنا جينا نزوروا البلاد، زوروا الحباب لافامين تاعنا كاملين. توحشنا البلاد دابا عامين ما جينا. وبالميناء فريق طبي يتفحص الجواز الصحي للعائدين بهدف التأكد من سلامتهم من وباء كوفيد 19. بالنسبه لنا واحد ليكيب، ليكيب سانيتير كي انستالي او مومون دو لاريفين تاع لو نافير، اون ايسي دو كونترولي تو لي تيست دو بي سي ار ولا لو باسبور فاكسينال. هذاك لو باسبور فاكسينال خصو يكون 15 جور ابري لا دوزيام دوز نتاع لو فاكسان. وفي الاستقبال ايضا مؤسسه محمد الخامس للتضامن التي تقدم مختلف خدماتها الاجتماعيه لافراد الجاليه العائده الى ارض الوطن. أما الترتيبات الجمركية والإدارية فمرت بطريقة انسيابية ومنتظمة بفضل التدابير المتخذة من سلطات الميناء. هاد العملية ديال العبور دازت في أحسن الظروف، ولحد الآن استقطبنا ما يزيد عن 15,000 مسافر وما يزيد عاد 5,500 سيارة. وفي هذا الإطار تم وضع عوان جمارك على متن البواخر لتمكين المسافرين من تجهيز سيارتهم على متن البخيرة قبل الوصول، وفي عند وصولهم تم تخصيص ممر أخضر خاص بالمسافرين الذين ليس لديهم ما يسرحهم للجمارك. التفاتة ملكية كريمة تجسد العناية المولوية الموصولة التي يحيط بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مكنتهم من تجديد الوصال بأرض الوطن وقضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى بين أهلهم وذويهم.